السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة وأخبار وعلوم طيبة من برنامجكم علوم شيابنا. برنامجنا ينوع لكم بين أصحاب الفن وأصحاب الحرفة، ولكن اليوم عندنا صاحب مهنة وطب شعبي قديم، فخلونا نروح لضيفنا وناخذ علومه ونستكشف وإيش اللي في خاطره، فخلكم معنا. لهذه الحلقة الوالد محمد بن عبد الله بن محمد عامري. الوالد محمد كيف حالك؟ الحمد لله. مو أخبارك؟ طيب. كيف صحتك؟ طيب. الله يعطيك الصحة والعافية. ومو أحوالك أنت؟ الحمد لله. كلنا طيبين. اليوم أنك يومكم أنتم شيابنا بخير وعافية. الحمد لله. بخير وعافية. الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. آمين إن شاء الله. بوجودكم بوجودكم. بارك الله. الوالد محمد. نعم. عادي إحنا جايين زايرينك. سمعنا عندك هذه المهنة. نعم. نعم. اللي هي مهنة تكبير. نعم. الوالد محمد من زمان طبعاً لكل شيء بداية يعني، ولكن خبرنا عن بدايتك. ما بدك نشوف. مشيت عن التكبير هذا. نعم. تكبير بعد ما نزل. يعني من عشر هو. نعم. وسوار هذا الجساسي. يعني كنت في 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 في. صلى مع ذلك الأمين. إيه. هذا تعلم عن هذا ورث. إيه. ورث. هذا أنت ورثته. هذا ورثنا من أمي. نعم. ورثنا أبوها محروق. نعم. ورثنا هذا السجن عن المسيسي من النجف. ما شاء الله. في أبوها أبوها محروق. نعم. وإحنا عاد استورثنا، إحنا أولادنا استورثنا. متى تقريبا أنت بديت تكبير؟ بديت حوالي فوق العشر، عشر 12. يعني من 10 إلى 12 سنة؟ أول علم عندها. أيوة. لين تمرنا وعرفنا عاد قبلنا عاد بديت بالشغل، بديت زوال الشغل، بديت بالشغل من 52 فوق. 60. نعم. تعتمد. من تلبية سنة 86. عاد ارتكب علي عاد من 86 حيل علي عبري بالظاهر. يعني من 86 إلى الآن مدة. من 10 لهذه من مدة 4 من 8 أيام لمدة 8. ما شاء الله. يعني عاد أنت ما شاء الله من يعني فترة طويلة جدا وأنت تكبر. أنا أيام كبر. يعني حتى كنت قبل إنسان مبصر ولكن الحين شفت. أول لمن سنة اللي مسنة نص هذا يعني العرب. أيوة. مسنة نص. يعني فقط البصر من فترة قريبة ولكن بعدك لازمت. بعدني. تمارس هذا. نفس الشيء ما تغيرت. هنا. صغير وكبير. شوكة. يعني كل جايزة. يعني تعتمد الوالد محمد تعتمد باللمس إنك متخصص الحالة. البصر ولا كان الشغل ولا غيره. دونس الدكتور قال لهم نفس الدكتور يقول لك انت هنا في الكسر. اي نعم. ويصير الصبيه مهنه للهنا. اي. يقول شهر ولا شهرين. نعم. لا لا عارف عاد راح بهله وراح نزول هذا العاد هناك عارفين. احنا متعارفين احنا وياهم انت صاحب عمل. نعم. تروح المستشفى. ايوه. يعطيك رخصه مثل اسبوع. تعال هنا. بس ما تروح البيت تعال سيدي هنا شلنا احنا هذاك. خالص الرخصة من هناك خالص هذا من هناك. يعني قصدك انه بس يؤخذ من المستشفى رخصة. احنا ما نعطي رخصة هنا. ايوه. عمل ما نعطي رخصة. صحيح نعم. هذا عمل. مثل التخطيط يقول لك هذا كسر. ابقي احنا مطلنا كسر قاتل. يسوي انسان عملية هنا يجي ما يشد عليه. ايوه. اي مكان على اي مكان يكون كسر هنا قاتل. لكن الوالد محمد يعني انت مرة الانسان من تشوفه تقدر بسرعة. هذه لك كذا. نعم. مثل تشتكيت هنا. ايوه. تقول انا هنا اشتكيت. نعم. ايوه. انا اقول كذا. بس بعد نقع. ايوه هذا في حالة النفاس. النفاس. نعم. نتنقع النفاس وسمعت نتنقع تحلل. ايوه. عن تسوي له مقابل. اول شيء في اليد. ايوه. عن تكملها. مو تسوي سوى الرب. ايوه. صار الرب اللي هو بلز لو ميزها بالبلز هذا زائد. اي نعم. اجي خلص. ايوه. نتحرك كذا كذا نحط على النور وزخاليل من هنا. ايوه. هناك الزخاليل كلها. ايوه. يعني عاد روح لك هذا تسوي. ايوه. عاد روح لك. نعم. حقك سبع ايام. سبع ايام. احتذر من شيء. احتذر من حركه عن تحركه لين المده لين المده يعني يلبس الروح عن تحركه. ما سبع. يجي نص ساعه. هاي لين يلبس. لين يلبس بس. هنا. وحذر الماي لو صحيت انت بتحركه غير تقول كذا. ايوه.
تقول له كذا نعم تقصوا عادي شوف راكب تقليد له ايه لا اتمتع ما شاء الله حضر عمرك عن الحركة حضر عمرك عن الماي ايوه البنت متزوجة ما متزوجة تمها غير والرجال يعني كن شخص تختلف عن الثاني يعني محتاج للوالد يعني ايوه يعني الحرمة يعني الحرم والرجال يعني من دون سيدك هذا من الحرم انا عارف ان المشروع حرم اربع ايام معنى ما رجعنا الظهر ان كان فصلتين ولا ثلاث ينزول في طلوع 18 يوم هذا اذا كان ظهر الظهر هي الحرمه المتزوجه نعم 18 يوم ما يدوس على الرجل ما شاء الله الرجال 12 يوم نعم مو 10 ايام نعم يدوس يختلف يعني الحرمه شنو المهمه زين الوالد محمد انت من ساعة تقول لي عن سالفة راعيتي ينقل ايوه مو سالفة هذا ساعة قبل لها ظهرها ايوه قلت هذا باب تعلمني قلت له ما بغيت تتعلم الكبار بابا يتعلم الكبار نعم قلت له ما يخصش قالت انا بل لي اعرف ولا اعرف قلت يوم خلص قلت له قبل خلص اللي كنت ثاني زوجي ايش قالت زوجي انا كنت اسير كسري وجيبي قالت ما ابي صراحة راعيتي خدر رايت خالد انه مكسر ابوها منه في الجيده. ومسكينه متخرجه من القيامه، ابوها تشي تغض الشغل. وبغينا ذيك البنت سكتها لا انا ولا حيال. نعم. بغيت تتعلم بغيت تتعلم. قلت له شوفي بنتي انا خضيت سنه الله ورسوله وجبت بذره البذره تشي تغض نفسها حتى القتل. سبحان الله. اي نعم ماشي الشغل مرانا احنا بذره موجودين منها. سبحان الله. جميل. نعم. بارك الله فيك الوالد محمد الله يعطيك الصحة والعافية. هذا ويلا سعانا المسألة البعيدة المسألة كبيرة وإذا جلسنا معك يعني إحنا عندنا وقت محدد إنزين ولكن أنت ما شاء الله عليك عندك واهي العلوم هنا وخضينا منك العلوم الطيب هنا أبهى وين عمان؟ ها؟ أبهى هنا أبهى بعيدة أبهى ست فصلات نفر كمان بالعريش جايبين واحد كتبي واحد شحي واحد كتبي من مدريد جايبينه من هناك على العين في الطائرة ومن أبهى من أبهى ما شاء الله جبرنا هنا سوينا داخل الأسبوع هنا ساعتين نايم على بطننا نحاول نمشي بالسيارة ما في شيء أول من 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 قطر نعم من لندن ومن كلمة يا ما رامون هو في فصلة واحدة والفصلة زاخر نفو أيوه والولد زين عاد عود عود الولد راح يحفو ما يروح نعم وقفنا وقفوه لنا قابل بعدنا نشوف ما رأينا يوقف دسيت الظهر وحصل الفصلة رجوله ما يتحرك الحين من حركت رجوله من تحت من تحت الفخذ داعينا على وراه هنا وش انت ما جاك شطرانية من المسلجين لا كيف تسوي رجله وصير هالأخرى هذا اي هذا معناته انه اشتغل المكو هي. المكو زخ على المكو اللي هو بالجذر الابصر اي الحبل الشوكي حبل الشوكي احنا نقول المكو هنا المكو على سنة احنا عندنا تاريخ احنا نعم يوم تحرك هذاك تحرك رجوله صحيح على نزلنا هذه تروح ما في شيء سبحان الله ومجيوب من 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 قطر اسحى ومسحى جابوها هنا رد عليه قال يعني الولد وخير ما عجز عنها الاطباء سويت ما رامون سبحان الله يعني وين يجز الاطباء هذا اجر هذا اجر اجر الحمد لله الاطباء كان حصبه في الظهر اشيلك عمليه وكان هنا اشيلك عمليه وكان في الجوع اشيلك عمليه كيف هم يجبروا الجوع عمليه نعم كيف يجبروا الجوع هم يشوفوا كيف قالوا صبيه من يبيه قالوا بكيفه ايوه قالوا شهر ولا شهرين نعم جيت عند الاحفاد وعاد ما قدر هذا الناس تربط عصبها هذا من هنا من تربط عصبها هذه ثلاث عاد لكي يقصوها بتحدي لبر نعم لما احنا تجمعنا ما نسوي انه كان مثل حرمه تخلي هذا اللي جبهه يجبه شوفوا تاخذ هذا جبهتك هنا ايوه تحطه هنا ايوه انت توزن من هنا وتشيله كذا لين سواعي يروح من هنا ايوه كان خمسه سواعه كانت كامل رجعها تشوفها مره سيده نفس مره سيده نعم وشوفها جات وزنت اكتب الرب ايوه ومن هالسوء دخاتر من هنا وهي ضربوا كلام هنا قالوا لي كذا وريدي سويت هنا وحضانه وبعدين تيبس واقفين يقول يبس شيخ شيخ ردوا شيخ ربك يعطيهم يعني يدينا الله سبحان الله صحيح هذا شغلته صعبة في حالة انه يبست الاعصاب هنا هذه شيء علاج حالها معنا ماشي ماشي
انت كله في نقيت على العصابه نقيت على العصابه من من من, من الرجول ومن الظهر طلعها حالي ايوه لكن ما عليها هذه ما جي هذا يوم من نشرني الجساسة هذا اتصل بواحد من بركه بركه ما الباقي زين الوالد محمد نعم. انت تشوفها ان هذه يعني بقلب الرزق ولا هل انك انت يعني كخدمه خيريه يعني حال الناس انا شوف احنا نساعد وصيه الوالد ايوه وسال وسال بدا من صور لين توصل راس الخيمه نعم احنا معنا وصيه الوالد لا نطلب ليسه لا على عرابي ولا على عدمي يعني ولا يعطينا اياه ريال ولا ريالين خذيناه نعم وقولي تنقول اعطانا فيهم تكثرت عليه حرمته ماشي يعني هذا عد من باب متى بس مغاصب ويدك علينا ما شاء الله متى بس مغاصب دون ناس وخبروا لنا وقالوا له سيسوى محل في العبري ايوه سوى محل على الشارع كنتم زين سوى محل على الشارع باب فلوس دكان قال عبري هذا فيها عبر نعم باب بلديه قال عبري باب لوحه قال عبري فتا منها يشرب كل شيء صح قال شو اسم تفت الله انتو شرفوا قال احنا ما يخصنا فتا ما تغلوا لهم حرام انا قهوتي معنا صح اكبر بصغير ولا كبير حمى ولا رجال اكبر اعطانا شيء حي الله ما اعطانا شيء نعم الله زين الوالد قال لك انت في يوم يعني لا قدر الله انك انكسرت وجبرت نفسك صار هذا ولا ما صار؟ ايه قال انا عشان واحد يوم قاعد نقاط هذه شويه عشانني واحد طحشت هذا هنا ايوه زخيت انا وابني قلت له قلت له ارمي هذه تعالي جيب النسبه حتى ما سويت النسبه تحملها ما في شيء يعني جبت عليك نفسي ايوه نفسي بنفسي ما بغيت اعامل نفسي بنفسي خذها من احد البنات الصغار نعم نعم زين قام استوى لك موقف يعني عند حد موقف خيري كذا كنا حد رجع لك سبحان الله اي موقف يعني كان ما حد يرجع لك ايوه ما حد اجيب بالداخليه لا ما لازم يعني انه يرجع ما لازم انه يرجع لك انه ما ضبط عنده يعني يمكن سبحان الله حد رجع لك هنا بشكرك ولا هل انه مثلا يعني كسر عويص يكون وشفى منه يجي لهم ناس يعني يجي لهم ناس يروحوا يعني ما يعطوني مبلغ ويرجعوا بعد حال يرجعوا نعم لكن انا اقول انا برجع اقول انا يعني أنا لا ترجع لا ترجع الا ان كان شيء ضرر ولا انت امكنت فلوس عن ترجع صح جيت انت ما عطيتني شيء قبل آخر عطاني قبل آخر عطاني ما إنه شغلتني منقطعة صبح وعصر وليل أيوه مستمر هي مستمر أيوه. مستمر سبحان الله مستمر تو هذا سواء أنت كنت موجود ولا الأولاد موجودين كل حاجة مستمر فيها كل التليفونات نعم صح راعي أهل راعي نزول كله راعي معمور نعم هذا كلهم يتصلوا أنا عند تقول أنت من معمور تقول من بهل لا كل من معمول انت تصل من معمول هذا من غالي هذا متصل من الحيوان نعم هذا متصل من الامارات متصل من البري كل حد يجيك كل حد منك لكن انزين هذا هم يتصلوا بك قبل ولا هم هل انه من اليوم هذاك ايه لكن قصدي انه يعني عارفينك من اول ايه من اول معروف من زمان ترى لما اتصلوا بي هذا في الاول انا ما اقبل الظهر الحرمه والرجال هنا معنا ما إيه. لا اقبل في بيته ايوه بيته عشان انه ما يتحرك ما يتحرك الحين لا يجيوك لين هنا؟ لين هنا يشلوني يوم انا مع سوق يشلوني واجيبوا الانسان هنا بحرمه والرجال ويردوني هنا لكن عارفين احنا الداخليه يوم اول اسير واجي تولع توسيد اتصلوا بمعدود باكيت وما اجي يعرفون ما اطلع من الله يسعى صحيح ما بدي صحيح يلا الله يعطيك الصحه والعافيه الوالد محمد وحقيقه اليوم كان الحوار جدا شيق معك ما شاء الله وتعرفنا على هذه المهنه الطيبه منك هذه شغله صعبه كثير الشغله صعبه ولكن بما انك انت ما شاء الله يعني متمرس عاد ماشي صار الله يعطيك الصحه والعافيه دكتور مسلم الشوكه مثل ما كل حد يقدر الشوكه ما يقدر الدكتور هي. تعرف احنا كان من السهل هنا نعم اسرع شيء 10 دقائق ما نقدر كيف هذا المخلع هذا لانه خلاص انت كيف هذا المخلع خش لي شنو نعم صفى على فوق ضرب البرباط هنا ضرب بالنسبه له التطور امور طيب ظهر نزول غير وصار طالعات غير في شيء ترتيب المشكله هي العوده اللي من مسبه طويله الحرمه ولا رجال انا الحرمه اكثر الحرمه هذه مثل وركه من هنا ما تمس ولا شيء ماشي نعم. تخم هناك
هذا حول الزخ من هناك ووازنة كيف تسوي ممكن حتى نسمعهم وهذه بالنفعة البطة من خلاص انت عارف انه كله كيف أبقى بالسيارة كله ترتيباتك ايه كله معنى أي شيء لكن هذا التعديل والد يبغى من الجهاز عجب أنا لو كنت منكسر اليوم أجيك سيدي مو هذا حول تقول جي لا سعجلت البسرة سير حولت وجيبه ايش يا عشان أعلمك عليك سيمكن أي جنب عاد يقول له أنها وتحصل بعيد أجي أجيك مثل جنسة نخلص زي الوالد محمد وش يعني هذا الرب اللي تسويه وش تستخدم فيه؟ بيض ونوره بس بيض ونوره بس هذا بس اللي تستخدمه؟ لا غير ما شاء الله بيض ونوره ايوه لأن سمعت حد منهم يسوي القزع اللي هو هذا شغلة المنتوهة الداخلية وطحين شغلة المنتوهة الداخلية هذا بس كلهم أنا يقولوا إصرارات تمد عني كل إصرارات زين الوالد محمد ما يعني يوم وأنت تقبر يعني ما تخاف انه يكون يجبر ما سيده ولا شيء لا انا اعطيك شرط ايوه عن تحرك لاني بس ومني بس ابو تبدات قال كذلك زخني زخني كرب وزخني كل خلقه لا يعني انت مره من تسويه هذاك عاد مضمون انه سيده لان حركت عرفتك ايوه وان جامعت عرفتك نعم انزين هي تو هذا واضح ايوه انزين يعني بما انك هذه الفترة الطويلة ما شاء الله تقبر من زمان حد قال له رجع لك انه ما قابر سيدك؟ لا ربي حبك واللي قامه انزين اذا جاك حتى وانه ما قابر سيدك مو تسوي له؟ هذا ابدو يشوف تعاد العظم يعني راح عليها ان كان اسمع هناك ان كان هو يعني اذا عرفته انه ما قابر سيدك عاد بعدين يجي شغل مستشفى لا شوفوا هتكون شو مقبر هنا ومقبر هنا في مكان هو عنه هو طب ايوه قال انا هنك هو هي ما يجبر سيده لكن قصدي انا انه اذا ما يجبر سيده عاد المستشفى يعالجوه ما يعالجوه ها اللي بعمليه هي انه يكسروه مره ثانيه ويروح احنا ما يحتاج هل اي يقول لك عمليه اي ظهر رجعه نفصل يود الجوع شوكه اي ضلع الضلع نعم إن كان الظل مكسوك كذا هذا السبب هذا كل شيء إنزين الوالد محمد يعني أنت ورثت هذه المهنة حال حد من أولادك كلهم طلعوا يجبروا أي بنت رحتوا منه يجبروا وتعلم يدينا ماشي ما شاء الله ماشي يعني كلهم أولادك كلهم أولادك الحين يجبروا بس هذا العود وهذا الصغير إذا ما عندك روحنا ولا اثنين بنات وبنات عشر نعم هذا يجبروا كلهم يجبروا ما شاء الله كلهم يجبروا ترى يجي بمدرسته من يجبر نعم جنب بناته قال لكن نطول كل مسأله جنب بنات بقى تتعلموا كنا عملوا وشدوا علينا اذا حد يجي من برا عاد تعلموه يعني ولا ماشي وكلكم بس ما ينجح الحرمه انبذرت منه ايوه البذره تشتغل والمنزل تحس انه في سر معين يعني فيها المهنه هذه فيها هي لكن ما لازم تبينه بس قصدي انه يستوضح محمد جزاك الله خير اليوم على هذا الكم الهائل ما شاء الله على هذا العلوم الطيبة وهذا اللي احنا نبغاه منكم انتم شيابنا نبغى منكم العلوم القديمة والعلوم الطيبة احنا والله عنا بالقيدة ما نخفي شيء بارك الله فيك ما تقصر عايدين ان شاء الله نشتغل فيه ويروح مهني يطلع من البيت ما عندي وقال لكم قابلنا اربعة ولا خمسة الله يعطيك صحة ما في شيء والد محمد هذا عاد هذه هدية بسيطة من عندنا من البرنامج هذه من البرنامج من عندنا انزين ايوه هذا شيء بسيط حقك الله يعطيك الصحة والعافية الله يعافيك ونسك ونصيب امين ان شاء الله الى هنا متابعينا نصل الى ختام حلقتنا ومثل ما عودناكم ان شاء الله ترقبونا في حلقة جديدة من برنامجكم علوم شيعة